الأصدقاء ولا في الأحلام. بنيارة وعمالقة الزمن الجميل. كان إيه شعورك يعني في اليوم ده لما قضيتيه مع الفنان الكبير؟ كتير حلو. لا مش معقول شو حلو. بس النهاردة هنستضيفها على المسرح وهتعملي الديو اللي كان نفسك فيه. صباح فريد الأطرش، سعاد محمد، والعندليب الأسمر مع عبد الحليم. لازم تمثل بحلم بيك بكرة الساعة 8 مساء على MBC مصر.